يعني يا اخي تعارضني بكلمه يعني مش تعاملني انا طبعا اتكلم عنك انت بناء على الكلام اللي تقولينه نحن ما سمعنا الطرف الثاني واكيد انا مصدقنك يعني ما في مجال لكن نحن بعد نلتمس لهم العذر ما ادري شو عذرهم هم لكن نحن نقول ان حسن المعامله لازم تكون موجود يعني مهما كان انتم غلطانين فوق هذا كله لما قلنا لهم طب سووا اناونسمنت سووا يعني في حاجه اسمها بالمطارات انه ينادوا على الطياره المعينه يعتذروا بصوت عادي بالميكروفونات متى الرحله الجايه زين اخت نغم نحن قاعدين نحاول نتواصل وياهم انزين وان شاء الله نحصل رد يعني قاعدين نحاول نتواصل والله هذا علي قاعد يحاول بس ما في رد للحين فنحاول نتواصل وياهم ان شاء الله لكن ثقي تماما شكوتك وصلت يعني جزاك الله خير وياك يا اخت نغم حياك الله يا طويله العمر ارجع اكرر اعتذاري بعد لا اف عليك لا الله يحفظك الله يسلمك الله يحفظك مع السلامه طيب يا اخي يعني طيرانكم رخيص مش معناته يعني تذلون الناس ما وصلت لهذه المرحله على حسب كلام الاخت يعني ما توصل لها المرحله يعني على الاقل يعني ناس يتريون من الساعه 7 وناس لا يمكن تحجز لي فندق نعم صح كلامك ولكن يمكن هم يقولك والله نحن طيران رخيص شو يسمون الطيرانات هذه شيء يسمونه فيقولك يمكن ما تشملنا هذه الشروط او هذا او ترى نعم طيران الاقتصادي فيقولك يمكن ما فتوضحون النقاط هذه حق الناس انه مش ما اعتقد ان ما ادري والله اتمنى انهم يردون يعني وايد زادت عليهم الشكاوي يعني كذا مره في شكاوي عليهم انزين خلنا ناخذ شويه رسائل نقول الو السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ابو يوسف كيف الحال يا مرحبا يا اخوي انا اخرت التهنئه لهذا اليوم الله اكبر دكتور جاسم خلفان وياك يا مرحبا بك يا دكتور جاسم طبعا هنينا من اللحظه اللي لعبوا وكنا متاكدين باذن الله ان فايزين وكنا دائما مع المنتخب ولكن في الاخر نقول دروس هذا النصر يعني لابد أن يأتي حد يتكلم طبعا غيري بيتكلمون أكثر وأفضل الله يعز مقامك يا دكتور ما عليك زود يا طويل العمر تسلام وحاضرين لأن بصراحة هذا الكاس يعني لما تيجي تنظر له مش لعبة في كرة القدم فقط نعم يعني هذه حياة شعب بأكمله نعم في الإدارة يسمون من القمة قمة الهرم إلى القاع نعم فلابد أن يطلع بدروس يعني تفاعل فيها القيادة والحكومة والشعب لو تي تاخذ القيادة يعني من مقام سيد صاحب سمو رئيس الدولة واخوان الحكام الكل كان مهتم بهذا الفريق كإعداد وكتيسير كل الأمور ثم متابعة يعني هم كانوا يتابعون هذا الفريق يوم بيوم في مبارياته في إعداده حتى أن وصل إلى النهاية إذا هنا نستخلص لحمة هذا الشعب وحب هذا الشعب لإسم دولة الإمارات بالفعل وبالكلام فهذه روح ما يعني الناس أصبحوا يتكلمون يعني شو الحب اللي طالع بين أبناء شعب دولة الإمارات قيادة وشعب المنتخب كان تعبير واضح أن قيادتنا الرشيدة وشعبنا المحب لهذا الوطن تكاتفوا لإنجاح مهمة المهمة ما جت من فراغ هذا عدل الرياضة الرياضة ليست في لحظات الرياضة هي إعداد يعني لو أخذنا الفريق هذا بالذات المدرب اللي قاد المجموعة المهندس الكبير صانع المجد هذا كان لاعب ثم أصبح مدرب وبنى هذا الفريق بيده طبعا هذا الفريق بني بإرادة إماراتية بني بتسهيل كل ما يحتاجه ليس الفريق الـ 11 لاعب الفريق كل المجموعة المحيطة سواء 23 لاعب بمدربهم الفرق الإدارية الفرق الفنية المساعدين هذه يعتبرون هم الفريق ثانيا يأتي عندك الجمهور جمهور الإمارات مثل الإمارات خير تمثيل يعني وصل إلى قمة المحافظة على سمعة دولة الإمارات لأن نحن رحنا في بلد يعني حاطيننا أو شايلين على كفوف الراحة مملكة البحرين الشقيقة نوجه لهم كل تحية من الملك إلى أصغر مواطن فيهم فأبناء الوطن هذا أثبتوا مثل ما كانت تأتيهم التوصيات من أصحاب السمو الحكام ومن الشعب أثبتوا أنهم خير يمثل وطنه فوصولهم إلى هذه المراحل معناته إحنا الآن مطالبين أن نرتقي لا ننزل لما ننظر إلى ما بعد المباراة ما بعد المباراة الفرحة عمت الكل يعني لو خدتها مثلا في سيد صاحب السمو الوالد رئيس الدور الله يحفظه لما طلب مقابلتهم في خلال 24 ساعة فهذا تقدير وتكريم أنه هو كان متابع مثل أي مواطن فمهتم فيبغى يشوف أبناءه بعد ما أنجزوا المهمة
المكالمة اللي جت من سمو الشيخة أم راشد شيخة هند حرم صاحب سمو نائب رئيس الدولة، اللي يعني عبرت عن فرحتها بدعم أو تبرع مالي. المكالمة اللي هي يعني بالنسبة لنا نحن خلينا نقول ناشطين وطنيين محللين للوضع، مكالمة المواطن محمد بن زايد اللي نقلها الأخ محمد نجيب على أبو ظبي الرياضية. هذه المكالمة يجب أن يعني تؤخذ وتفنط وتدرس، لأن فيها عبارات يعني أنا أسميها عبارات توزن بأغلى الأثمان. حط لها أي وزن بترجع. يا أخي وين تحصل شيخ يقول حق المذيع لو سمحت ممكن أقول كلمة؟ وطال عمرك يا أخي هذا التواضع يعني والله تعجز الكلمات. هذه الأنجال زايد، لأننا نحن يا زايد أما هم أنجال زايد. أي والله. التهنية يعني جاءت بلسان سيد الفريق أول محمد بن زايد لما يعني يقول شوف ترى أقول لك ليش يحللون الكلمة هذه يدرسونها. لأن قال استثمارنا في عيالنا. عيالنا هم أبناء الوطن. وقال ما نفرق بينهم. طبعا ما هو أنت لما استثمر في خامات كلها. زين فالمسألة هذه لا يجب أن تمر لحظات فرح، لا تأخذ دروس للإيش للبناء عليها. لما نأخذ الأخوة يعني أنا صراحة الكلام عشان تتكلم عنهم بالتدريب أو يعني بالترتيب تبغي لك وقت طويل، تبغي ساعات أو تكتب. والله. لما تأتي عند الكلمات اللي كانوا يعني يقابلون بها أصحاب السمو الحكام بدءا من سيدي صاحب رئيس الدولة وأخوان الحكام، تجد أن الجماعة يعني حتى الرياضة مغافلينها واقفين لها بالمرصاد بتحليل بتدقيق باختيار بمتابعة. إذن نحن في أيدي أمينة تتابع كل صغير وكبير. يعني ممكن واحد يقول لك يعني تتصور حاكم يتابع؟ لا، يتابعون ويحللون ويدخلون كل صغيرة وكبيرة. دكتور وانت عارف الوضع. طبعا عارف الوضع الحمد لله. لذلك احنا يعني هذا الفرح جمع عدة عوامل يجب أن إيش أن تفنط ويستفاد منها. ننتقل يعني اعذرونا أصحاب السمو الحديث أنا واحد واحد يبغي الوقت، أنتم برنامجكم محدود والإعلام بيقرب. لما نأخذ العنصر الآخر اللي هم الأخوة اللي تولوا عملية التشجيع يعني على رأسهم الأخ خالد حرية. يعني إخلاص لهذا الوطن، رفع لهذا الاسم، يعني لأن له دور. زين اخواننا المعلقين اللي كانوا يعني هم في مهمات وكانوا يطلعون يدافعون عن اسم الامارات لما حصلت بعض الشوائب، لكن وجدتهم كلهم رجال وفرسان يحبون هذا الوطن. بنت الامارات كانت في الملعب موجوده وتكافح مثلها مثل الشباب. زين لما تي في الاخر تدور يعني طيب شو الخلاصه؟ الخلاصه ان هناك في ترابط بين ابناء دوله الامارات، ان في استراتيجيات عمل احنا ما نعمل من فراغ، ان في تفكير مستقبلي لبناء هذا الوطن، ان في تسهيل لكل العقبات، ان في وقوف بالمرصاد لكل من يريد ان يتكلم ضد هذا الوطن. اذا نقول لابنائنا في المنتخب ونقول لهم تعالوا انتم الحين خدتوا يعني مهمتكم زادت. الان جايينكم يعني جايتنكم بطوله اعلى اللي هي اسيا. احنا نقول نعم للمسؤول الرياضه لما بنيتوا الرياضه صح جبتوا نتائج صح. اذا المنتخبات لا تاتي في شهر، تاتي في اعداد، في مدارس كره، في امور كثيره. ابغي اوصل لنهايه ان مثل ما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، البيت متوحد فعلا يا سيدي، متوحد، والبناء يتم بخطط مدروسه تاتي بثمار. كلنا كنا نبغي النهايه ان تكون فوز الامارات، وكانت الحمد لله وليست بكلام بوجهد. الان اصبح ان كل شاب صغير طموح ان يكون لاعب في المنتخب. يرفع اسم بلده، يحصل يصير من الرياضيين المعترف فيهم. يعني الشرح طويل وما احب اطول عليكم، اقول مبروك للكل ومبروك لنا يا دوله. لا العكس دكتور. دكتور انا ما ابغيك تخلص كلامك. انا باخذ فاصل الاذان وبرجع مره ثانيه بعد الاذان ان شاء الله. ابغيك تعقب لي على كذا نقطه ونتكلم شوي بسهاب في هالموضوع هذا، لان انا الموضوع بالنسبه لي اكبر من موضوع كره وفوز وكاس وهذا. لا موضوع اكبر من كذا. هذا اللي انا قصدت. الله يخليك دكتور. حتى اقول دروس من النصر. ما عليه دكتور، خلنا ناخذ الفاصل بس ان شاء الله برجع اتصل فيك وتواصل معك دكتور. يعطيك العافيه. ناخذ هذا الفاصل ونرجع اتواصل معكم. تحية أعزائي المستمعين والمشاهدين ومتابعي الرابع ناس من إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة 107.8، ونرحب بمكالماتكم على 600-551-610 ورسائلكم نصيل قصير للسمس نستقبل على 700-97-0019. طبعا كل الشكر والتقدير لأختنا ندى من بلدية الشارقة، تواصلت ويانا جزاها الله خير بخصوص موضوع أبو محمد اللي هو خليفة الأغفلي بخصوص المواقف، وإن شاء الله إن شاء الله بيجدوا لهم حل.
زين، هذه رسالة تقول لي: السلام عليكم، صباح الورد بيوسف، أرجوك أن تقرأ رسالتي. أرجوك، أنا عندي مركز تجميل نسائي في الزهرة عجمان، أبي أبيعه، دخل اليومي 2000 درهم، مطلوب 150,000، صراحة مديون، لو تقدر تساعدني في البيع لك نسبة، وأي واحد يدور شراء. أخوك المنصوري. لا يا أخوي، لا لي لا أبغي نسبة ولا شيء. هاي قرينا رسالتك إن شاء الله، الله يعينك. زين، هذا يقول: لو صوتها حلو وتمت تتميلح كان دفعته فاتورة الكهرباء. والله وجهة نظرك يا أخوي، ما يخص صوتها حلو ولا مو صوتها حلو، إذا في حد بيساعدها ساعد أنت يا أخوي. 1000 درهم ادفع فاتورتها، يعني شو المشكلة؟ ممتاز ممتاز ممتاز. زين، كذلك زميلنا طبعا أخونا عبد الله الكعبي كان متواجد في مملكة البحرين الشقيقة، وعنده لقطات حصرية راح تكون في برنامجه طبعا اللي عاد، اللي بتكون الساعة 1 إن شاء الله، الساعة 1 اللي هي الساعة 9 المساء، الساعة 9 المساء، سوالف رياضية طبعا، برنامج عبد الله الكعبي الساعة 9 المساء، وكلمات الشيوخ كذلك، وفي في 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 بتكون عندنا لقطات طبعا حصرية على برنامجه وفي برنامجه روحه عبد الله الكعبي طبعا. نتمنى الكل يتابع. زين، كذلك عندي رسالة هنا تقول: أخبي وزب بارك الله فيك، رجاء توصيل صوتي لأحد من أهل الخير، يرجى الاتصال فيني ضروري. يا أخي بيوسف، بعد مذيع الأخبار يقول اللقاء وليس اللقاء، ما أدري والله يا أخي، خلاص زي يمكن لسانه كذا يعني، ما خليه يعطي أخبار يعني يت على حرف القاف. زين، أبعث رسالة شكر وتقدير للدكتور علي حمدان في مركز الرقة الصحي بالشارقة سعيد الشامسي، تحياتنا لك يا سعيد الشامسي، وكذلك تحياتنا للدكتور علي حمدان. زين، هذا يقول: 7 سنوات مقدم على وظيفة في مجلس أبو ظبي للتوظيف، حتى الآن ما وظفوني بوسيف. بوسيف 7 سنوات أظن المجلس ما كان موجود، ما أدري والله شو السبب. خلال 7 سنوات أنت شو سويت؟ زين، الحين موضة جديدة عند الحريم، السافر مع تسافر طبعا مكافر كاتب سافر، تسافر مع ربعها بدون محرم، والريال والعيال يتمون مع الخدامة. والله ريال، زين هذا تسميه ريال يعني؟ سؤال، ترى فرق ما بين الرجل والذكر، ترى معلومة يعني، فرق ما بين الرجل والذكر، وفرق كذلك ما بين المرأة والأنثى. فالريال هذا ما شاء الله عليه يعني، ريال يوم يخلي حرم تتسافر بروحه يعني ويربيعاته، هي حراسة مخلتنا. الله المستعان. زي السلام عليكم يوسف، أنا عندي بنت عمرها 10 سنوات خاطرها تتصور ويا صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، هذه منيتها إذا أمكن. والله منيتنا كلنا يا طويلة العمر. زين، هذا يقول: بعد انتظار 45 دقيقة تقول لي ألو وتقطع الخط عني، ليش؟ أرجوكم اطلبوني. زين يا أخوي اكتب الموضوع شو هو، وأنا ما قطعت الخط والله بالغلط يعني، ما أدري، الرجاء الاتصال بي. زين اكتب لي شو الموضوع أساس نتصل بك يا طويل العمر. صباح الخير بيوسف، مبروك، بس ما خبرنا براشد بشو مبارك لك. عبد الله دخيلك، اتصل في براشد، اتصل براشد، هو يعرف شو الموضوع، اتصل فيه. هذا ما تم حد ما سألني شو عاطينك وشو مسوي لك، وما تبغى تقول، حتى أمي فقيرة زعلت قالت لي أنت ما تبغى تقول، وأنت ما أدري شو، وأنت تخبي وأنت تدس علينا. والله العظيم ما أعطوني شيء، تقول عليه كيف براشد يتكلم شيء ويقول بهالثقة يعني. وكلمت براشد، قلت له براشد وهكتني لعوسني، قال أنا ما أقدر أغير كلامي، ما أقدر أقول شيء على هو. قلت له زين وين، زين شو عاطيني، شو محصل أنا، قول يا أخي. كان يقول لا ما لا، يقول الحمد لله كفاية انك اماراتي يعني. زعل عيني وعلى راسي اخوي، بس ما تشهر فيني على الهوى وتخلي التليفون ما يسكت، وكل واحد يشوفني يقول لي شو عاطينك. زين، هذه الورشة توضع على الانترنت، السلام عليكم، ممكن هذه الورشة توضع على الانترنت للاستفادة العامة؟ ممتاز، والله اقتراح جميل فعلا. هذه الورشة اللي هي ورشة البيت الاخضر، هذا البرنامج اللي مسوينه جزاهم الله خير بلدية دبي، مفروض تتصور توضع على الانترنت للاستفادة، ممكن الواحد يرجع لها في اي وقت يستفيد منها. صح كلامك، جزاك الله خير. زين، اقدم خاطرة في حب الامارات، قالوا القلب يحب مرة وقلت قلبي يحب 7 مرات، قالوا حبيب حبيتها ضرة على ضرة، قلت حشا
حبيتها وحدة بلادي الإمارات دانة وعساها دوم مستقرة وعسى شعبها وحكامها دوم في رخى ومسرات جمال محمد سالم الغانم. الحين هو مكتوب دوم في رخى ومسرات، هل اسمك جمال ولا مسرات وجمال قصدك يا جمال محمد سالم ولا محمد سالم الغانم؟ ما أدري والله، بس التبست علي هنا. ليش تضحك؟ صدق يا أخي هو جمال اسمه ولا شو؟ مسرات وجمال قصده، اسمه جمال؟ زين ولا تزعل يا أخوي جمال، اسمح لنا. قالوا القلب يحب مرة وقلت قلبي يحب سبع مرات، قالوا حبيتها مضرة على ضرة، قلت حشا حبيتها وحد بلادي الإمارات، دانة وعساها دوم مستقرة وعسى شعبها وحكامها دوم في رخى ومسرات، جمال محمد سالم الغانم. ولا تزعل. إنزين هذا يقول أبو راشد عندي مشكلة مع شركة دو، إن شاء الله بنوصل رقم كلهم. إنزين هذا يقول صباحكم خالد، أوه قرينا الاسم، متصل لأحد الإذاعات المحلية وزعلان ليش ما أخذوه يشجع المنتخب. الحين مسوي عمره كروي وحالته لله ودم ما أدري شلون، وآخر شيء ما يصير يشجع. وين براشد؟ اتصل فيه، اتصل فيه، اتصل فيه كذا مرة براشد رد. الله يخليك لا تواهقني، أمس أنت موعدنك بتطلع الهوى وبتبرر الموقف. إنزين وفاة رقيب السير من شرطة إنزين الخبر ما أقدر أقرأه بعدني أرجع أقول لأنه مش من مصدر موثوق بالنسبة لي أنا، لكن صلاة الجنازة بعد صلاة العصر اليوم، إن لله وإن لله راجعون. أوكي وفي وين؟ في الشارجة، ما أدري أي مسجد في صلاة جنازة، ما أقدر أقرأ الاسم لأن الخبر مش من جهة أو مصدر موثوق منه. إنزين أنا أبو عبد الله عندي 3 أبناء أبغي مساعدة من الأيادي البيضاء أو جهة خاصة بتسجيلهم في المدارس، مبلغ 5000، أشكركم على هذا البرنامج. منتخبنا نور الدنيا سراجة في سما الأمجاد، شاهدنا بروجة ما ترك له للأمل والحلم حاجة، عم كل اليابسة واجتاح موجة، توجوه وباركوا حفلة أو حفلة زواجة بالذهب والكاس والورد ومروجة. جمع الكعبي، تحياتي لك يا أخوي جمع. زين أبو يوسف يقول شحالك شخبار الريال، أي ريال فيهم؟ ربع بخير انتو يا ما عرفه وين ربيعي بعد، لا شفتوا ولا هم يحزنون. زين ربيعك انت دائما الدخلة، هو سار يا بالاستثناء خاص من الإدارة على أساس انك الدخلة. زين الأبيض أبدع الأمثال وأخص الأبيض اللي أسعد جماهيره، الكل من الفرحة يرقص من لفتنا الأبيض تباشيره، والحاسد بغيظه يغص ما يهمنا لو كثرت تعابيره، نحن شعب واحد ومخلص للوطن وقايد المسيرة، رئيس الدولة نحن نخص لي غمرنا بطيبته وخيره. الشاعر الحزين، تحياتي لك يا الحزين. بس ليش حزين يا أخي؟ خلك فرحان يا أخي. إنزين في وقت أقدر أدردش معاك سالم جمعة عبيد الزعابي، تحياتي لك يا أخي سالم. والله ودي بس موعدين الدكتور، عطني الدكتور جاسم. خلك فرحان، خلك مستانس يا أخي، أنت إماراتي يا أخي، يا أخي خلك مستانس يا أخي، خلك متفائل. الحمد لله رب العالمين، نحن بلد خير وعايشين في خير، اللهم لك الحمد والشكر والفضل والمنة، الحمد لله رب العالمين. زين محبتكم أجمل هدية من الله في قلوبنا، وحب الخير لكم هي مشاعرنا، والدعاء بإذن الله هو سر تواصلنا، حفظكم الله وستركم في الدار في الدارين يا لاعب منتخبنا سليمان علي. تحرك تدعي لي يا أخوي، ادعي للكل الزين بس حق لعيبة المنتخب، خلي الدعاء عام إن شاء الله للجميع يا أخوي، ولك مثل ذلك كذلك. إنزين دكتور السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، اسمح لي دكتور بس عندي رسائل لا. كان لازم أخذها يعني. لا حق جمهورك لازم. الله يخليك يا طويل العمر، تفضل دكتور. كنت دكتور اللي عجبني أنا بعد، ما أدري تأيدني ولا لا، كل واحد من الحكام قال كلمته وكل كلمة تميزت باختلاف الكلمة الأخرى، واللي عجبني يمكن بعد كذلك يمكن شفت الشيخ خليفة الله يطول بعمره قال إن هم مبونهم ما مقصرين، وأمس كملوها إيه، وكذلك يمكن الشيخ محمد بن زايد في مداخلته يوم قالوا له والله هذا واجب عليهم ورد للجميل، قال لا ما في جميل، هذا من حقهم.
طبعا ما حد مطالب بأن يرد جميل، لا هذا اللي محصلينه هذا من حقهم بهذا المعنى. كذلك سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يوم قال اتكلم عن علم يمكن معظم الناس غايب عنهم هذا العلم. نعم نعم. اللي هو علم الطاقة، الطاقة الإيجابية. فنرجع ونقول دكتور ما أدري بتأيدني ولا لا، أن الموضوع أكبر من موضوع كرة، هذه رسالة نبثها لكل العالم أن نحن الحمد لله رب العالمين مثل ما تفضلت وقلت مثل ما قالوا الشيوخ، البيت متوحد ونحن واحد الحمد لله رب العالمين، متوحدين مع قادتنا مع حكامنا فيما بيننا ومع كذلك المجتمع الخليجي إلا منهم. طبعا لا يختلف اثنان بأن كل واحد يتمنى منتخبه يفوز، ولكن منتخبك ما يفوز فتبدأ ترفع علم دولتك وعلم دولة الإمارات، يا أخي وين هذا الحب؟ وين هذا الرقي؟ روح سامية. لأن أنا قلت لك في البداية يا أبو يوسف، أنا لما أخرت الحديث أخرت لأني في بداية الحديث قلت دروس من النصر، لأن أنت حين تفضلت جبت بعض الملاحظات اللي هي أنا قلت لك إحنا محتاجين لكلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أن يعني تؤخذ بكاملها وتدرس زين. نعم. لو يعني كل كلمات أصحاب السمو لها قيمة يعني كلها تصب وتأخذ جانب معين، هم نوعوا في كلماتهم فعلا بدليل متابعتهم وإيش وإحساسهم إحساس أي مواطن في هذا البلد أن هذا فريق يمثلني وأنا تعبت عليه وأنا محتاج أشوفه وتابعه ووفر له كل إمكانيات وأبغي من إيش يرفع اسم البلد. نعم. يأخذ البطولة يعطي حافز لتوحدنا إحنا، لأن إحنا فعلا الأسر اللي كانت فرحة. نعم. في ذاك اليوم بالذات طبعا كنا متابعين من أول البداية يعني. طبعا نعم. لكن لقينا أن حتى غير المواطنين ما شاء الله يعني يشاركونا نفس الفرحة. أبدا. من عندنا اللي برع الدولة يعني جتنا تهاني من برع الدولة. نعم نعم نعم. يعني ذلك أنت أصبح عندك جمهور داخل دولتك وخارج الدولة، عندك خارج الدولة كل أبناء الإمارات الممثلين للدولة كسفراء وتوابعهم وكذلك المحبين الآخرين اللي موجودين في الدول سواء عربية وغير عربية يتابعون. نعم. اليوم هذا أصبح كاس يعني. صحيح أنا نتمنى أن الأخ بلاتر هذا يغير من فكرته ويعطينا الاعتراف العالمي. نعم. لأن بطولة فيها كل المقومات يعني حط أنظمتك. نعم. لذلك مثل ما أنت قلت أن إحنا لما نتكلم عن حديث أو كلمات اللي قالوها أصحاب السمو فهم في الآخر يقول لك أنا مواطن مثلي مثلك. صح. أعيش نفس الفرحة، أعيش نفس التعب الجهد يعني بفرحكم فرحانين بحزنكم حزنانين. نعم. يعني لما تلقى مثلا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد يوجب عملية تشكيل الفريق. نعم. الاعتناء باللاعب المواطن، فهي العملية ما كانت مجرد فرحة بفوز الكأس، تشكيل الفريق وكيفية الاستفادة من اللاعب الأجنبي وكيف ممكن نحن ننمي اللاعب المحلي أو اللاعب المواطن. نعم. ونوصله لهذه المرحلة بأني أدخله بطريقة يعني كانت يعني خطة تكتيكية جميلة وضعها الشيخ سلطان طبعا، وكذلك كل الشيوخ صراحة كل واحد تي تسمع كلمته تحصل فيها ميزة معينة اللي يدعوهم أن ابتعدوا عن الكبر عن الغلو عن الـ عن الـ عن, الـ عن الغرور. لما صاحب السيد صاحب السمو الشيخ سعود راشد المعلى. نعم. لما وجه الكلمة إلى المهندس الكبير يعني صانع النصر اللي هو اللاعب رقم واحد اللي هو المدرب. نعم. لما قال أنا نتابعك لما كنت تلعب وتجيب أهداف صدقني. نعم. الشباب طلعوا كل أهداف. نعم. الكابتن مهدي لما كان في المنتخب لما كان يلعب. نعم. النادي. نعم. طلعوا وقاموا يتداولون على اليوتيوب، فيعني جماعتنا لما نأتي إلى أسرة دولة الإمارات يعني تجد احنا في خير فعلا يعني الحمد لله رب العالمين وواقفين بشده. طبعا نحن مكافحين على التويتر شويه يعني ان عندنا صراعين، كنا صراع الفرحه وصراع الرد على بعض نسميها يعني السفيسفائيات او الترهات اللي تطلع من بعض النغايص، ولكن رغم كل هذا اصبح يعني في الفاضي ما له قيمه، اصبح علم دوله الامارات دائما مثل ما هو فوق وتريد الحكومه الرشيده ومثل ما رسم. شوف احنا يجب ان نعيد الفضل لاهل الفضل، احنا دائما نقول دولة الخير، الله يرحمك ويغفر لك يا الوالد صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان، هو اللي زرع الحب في ابناء دولة الامارات من انجال الكرام من حكام الامارات. لذلك اليوم انت تجد المواطن يعيش في دولته يحس بشعور الوافد او المقيم اللي عنده ان فيه. نعم. يعني فيه رابط. نعم. يعني ما قالوا لا احنا منتخب الامارات، بالعكس كانوا مجندين ان يشجعون ومنهم اللي سافر واللي حضر. نعم نعم. فاحنا نقول ان يعني كنا في خير وان هذه البطوله زادت من توحدنا وبينت للناس ان هذه الدوله يعني انا اقرا بعض الاخوه من دول الخليج المحبين. نعم. يقول لك يا اخي احنا نبغى نعرف السر اللي موجود في حب ابناء الامارات للقياده وحب القياده لهذا الشعب، بالتالي كل حب الارض. أنا واحد من الناس اللي يقول دائما ارجعوا إلى ما أسس زايد الله يغفر له ويرحمه. نعم.
بن زايد أسس هذا الشعب كله لما قالها من زمان، كان شعب الإمارات عيالي، نحن نقول عيال زايد. الحمد لله رب. فيعني دولة فيها خير، دولة فيها نعمة، دولة محتاج الإنسان فيها لما يعيش فيها يفكر أنه يخدم وطن ولا يخدم نفس بنفس يعني. والله دكتور تأكيدا لكلامك، بعض المنغصات بس نحن بعد نترفع. وأنا أتمنى 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 دكتور من الشباب، بالذات الشباب اللي تأخذهم الحمية، الشباب اللي هم دمهم حامي بعدهم صغار في السن، مثل ما يقلدون شيوخنا في سيايرهم وفي لبسهم، وهاي وشيوخنا الحمد لله رب العالمين اللي يلبسونا نحن نلبس مثلهم، اللي يركبونا نحن نركب مثلهم، يعني معيشين بنفس المستوى، اللهم لك الحمد والشكر والفضل والمنة. فنحن نتمنى كذلك ما يكون المظهر الخارجي فقط بأن نقلد شيوخنا، لا نقلدهم حتى من الداخل. أنا أقصد أن من ناحية حكمة، من ناحية حسن الإنصات، من ناحية التصرف، من ناحية الردود، من ناحية ها، فنترفع. أنتوا اليوم أثبتوا بأنكم أنتوا شعب راقي وشيوخكم راقين، فتمثلوا بهذه الأخلاق ولا تردون على بعض هذه التفاهات. الرد يكون بسمو الأخلاق. أنا والله يعني لو لا قدر الله المنتخب خسر، يا أخي يا أخي الجماعة لعبوا، أدوا اللي عليهم وأدوا أكثر من اللي مطلوب منهم وحققوا نصر، ونحن نشكر المنتخبات الثانية. والله لو لاهم يا أخي، رغم أنهم ما أخذوا البطولة، لكن لو لاهم كان ما تمت هالبطولة. خلنا واقعين دكتور، خلنا نقيسه بهالعقل يا أخي. وبعدين نحن يا أخي فرحانين جدا بأنهم يا أخي يوميك أنت العراقي ويهنيك، يوميك البحريني ويهنيك، يوميك الكويتي. ففي بعض الأمور اللي طلعت والله لا تليق بإنسان ناضج. أنا ما بقول بخليجي ولا بإماراتي ولا بغيره، ومن ما أبغى أذكر جنسيات، ولكن يا أخي ما تليق بإنسان يا أخي. يا أخي نحن دائما شيوخنا عودونا بأن الإساءة نردها يا أما بالسكوت يا أما نردها برد أحسن منه. لا لا، شوف احنا الناس على دين ملوكهم، احنا عندنا ولاة أمر. هذه كلمة تنكتب من ذهب. الناس على دين ملوكهم، احنا عندنا ولاة أمر أفضل من الملوك. الحمد لله رب. الملوك ما نقدر نسلم، لكن نحن نسلم جماعتنا، نسلم في كل مناسبات زين. لكن احنا شو نقول؟ نقول احنا دائما ان من يتكلم معنا بالكلمة الطيبة على عيننا ورأسنا، من يسيء لنا نرد نوضح الحقائق ولا نسيء. بس هذا هو، لا نشتم احد ولا نسمح بالشتيمة. ولكن لن نترك التقول والكلام الفاضي سار دون ان نوضح الحقائق. نوضح حقائقنا، كيف كنا في السابق وكيف أصبحنا وكيف بنكون في المستقبل. هذا بناء وطن وليس عملية ارتجالية. يعني اسمح لي أقول الكلمة، خسئت كل النظريات اللي قالت الاتحاد زايف. الاتحاد كمل 41 ومسلم وقوي جدا واللي اختصر كل هذا الكلام المواطن محمد بن زايد لما قال بيت نتوحد. ما توحدوا بس باسم، اليوم في فعل. ونحن تعودنا دكتور مثل ما عودنا الله يرحمه ويغفر له، أكبر تحدي كان موجود اللي هو تحدي الاتحاد. يا أخي انت قيسه بهذا المنطق يا أخي. يا أخي يا أخي هذا الرجل هو الله يرحمه ويغفر للشيوخ اللي كانوا باجين، انت عارف والكل عارف، واللي ما بعارف يا أخي يعرف ان كان في رهان وتحدي على فشل الاتحاد، ولكنهم أثبتوا عكس ذلك بالعمل وباللقاموبة. والانجاز هذا اليوم شاهد عيان للجميع، وما في حد يقدر يساوم عليه، وما في حد. يا اخي انت اثبت بعملك، اثبت بحسن اخلاقك، اثبت بحسن تصرفك وبحكمتك يا اخي. مش بال اخي بيوسف، احنا ليس بحديث الكلام. الكلام كل بيتكلم. واقع على الارض وملموس. والناس كلها يعني من ضمن الاشياء اللي يتكلمون فيها يقول لك الاماراتيين شو ناقصهم؟ ليش بعد يبون تغيير حالهم؟ منو قال نحن نغير حالنا للافضل؟ نتحد يعني كشعب وقيادة، نتحد بإيش؟ بأن لا أحد يعتدي على هذا الوطن وقيادته، نتحد بأن ننمي هذا الوطن للأفضل، هذا اللي نحن نبغيه. جزاك الله خير. الحمد لله. أنا ودي يعني وأنا ودي أطول وياك والله، لكن خلص وقت البرنامج. الله يجزاك الخير دكتور، ونهني الأخوة ونبارك لهم المناسبة الطيبة اللي هي المولد النبوي الشريف، كلها أفراح الحمد لله. الله يعود علينا وعجينا إن شاء الله المسلمين، والفرح كل إماراتي، والله يحفظ حكامنا قادة هذا الوطن، ويحفظ شعب الإمارات، ويفرج كل كربة على كل وطن عربي في أزمة، وبالذات أخواننا في سوريا الله يطب بحالهم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. جزاك الله خير دكتور، الله يحفظك. الله يحفظك يا دكتور. طبعا كان معنا دكتور جاسم خلفان، ونحن كذلك نهني الجميع، بالذات نهني اللي انتقدنا واللي نافسنا، وانتقد كل من، ونهني كل من شكك في نيل منتخب الإمارات هذه البطولة، وما برد عليهم. أنا هذا اللي أقوله، نحن ما في داعي إن نرد عليهم، واللي يقول خلي يقول. والحمد لله رب العالمين الكاس موجود.
زي الكاس موجود عندنا ونحن أخذنا البطولة وخذناها بجدارة الحمد لله رب العالمين ونرجع نطالع الصورة كاملة مش بس الكاس والبطولة هذه ترى جزء في الصورة في جوانب أخرى في الصورة هذه نتمنى نحن الواحد أنه يوسع مداركه وينظر لها بطريقة ثانية يشوف اللحمة اللي كانت موجودة يشوف العلاقة الإيجابية اللي كانت موجودة ما بين شعوب الخليج عفوا يشوف كلمات حكامنا وشيوخنا يشوف الحب اللي كان موجود يشوف الدعم اللي كان موجود من رجال الأعمال اللي موجودين فكل الشكر والتقدير للجميع سواء من لعيبة من إدارة من مشجعين الأخوان اللي تحملوا عناء ومشقة السفر وابتعدوا عن أهاليهم كذلك الشكر والتقدير للدولة المستضيفة من مملكة البحرين الشقيقة شكر وتقدير للجميع وكذلك أرجع أكرر وأقول شكر والتقدير للأخوان اللي انتقدونا نقول لكم جزاكم الله خير وما قصرتوا لكن كل واحد يعمل بأصله ويعمل بأخلاقه نحن هذه أخلاقنا إنه نحن ما نرد وما نسيء أنت أعمل بأخلاقك شوف أنت شو أخلاقك تملي عليك سوه وقول اللي بتقوله في الختام تقبلوا تحياتي واسمحوا لنا ترى إذا غلطنا بكلمة ولا شيء إن أخطأت فمن الشيطان ومن نفسي وإن أصابنا فمن الله سبحانه وتعالى في الختام تقبلوا تحياتنا من التنفيذ التلفزيوني كان معنا أختنا هاجر ومن الأخبار كان معنا عبد الباقي وحين معنا زهير وفي الإخراج الإذاعي طبعا معنا أخونا صاحب الابتسامة الذهبية ويحيي الجماهير طبعا علي عبد العزيز والغايب الحاضر كذلك عبد الله راشد بن خصيف ما رديت علي بن خصيف وخلفت وعدك يا بن خصيف وما علي بس لي ياك حساب ثاني وفي الإعداء وين شو عنده شو مشاغل ولا يخصه عنده حالات وفاة في الحيوانات يقول عنده نفوق لأنه ما يلتزم كلامه ويا الناس طبعا جزاه الله خير براشد طبعا دائما نحب نمزح وياه ونشكره كل الشكر والتقدير لك يا براشد وجزاك الله خير أنت جندي من جنود الوطن هذا اللي نقدر نقوله عنك جزاك الله خير يا براشد تحية نوجه لياها طبعا وكذلك مثل ما نقول دائما اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ رئيس الدولة ونائبه وحكام الإمارات وأولياء عهودهم وشعب الإمارات والمقيمين على أرض الإمارات وادم علينا الفرح يا رب العالمين وادم علينا نعمة الأمن والأمان اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.